أدرك بين الذتين بين السلة والقلة وهيهات من رب الله أصرف الشعب سوف ينتصر قال الجبور الشعب سوف ينتصر قولتنا الأبية قولتنا الأبية على الأبية لن نترك الأبية ثورتنا الأبية كل مدة ثورتنا الأبية هل يسقط الطاغي حمد بحضر وقت أحد هل يسقط الطاغي حمد ستدار الأرض الأقوام يا حمد لحل الأطفال يا حمد لحل الأطفال تسلم للظلام وهو القتل والآلام رغم القتل والآلاء عن المساجد نطالب بالإفراج عن المساجد كلها رغم جبار مصيرنا تقرر مصيرنا كلها من تجبار مصيرنا تقرر مصير الشعب يريد